اجمل من اروع الاداءات مرقت بستار اكاديمي بالنسبه لي. هلا مروان منه هون بس بليز اسمعوا ونرجع نحكي على السريع عن مروان. شو قلت رافائيل؟ سول دياز شو قلت؟ انه شو اللي قاله؟ ايه سول دياز؟ قعدنا عم تنبش عليهم يعني؟ لا ما قال انا كنت عم اتمرن وياه لا. اوكي. طيب اول شيء مروان بدي اقول له منه هون بس رح اقول له برافو اتس ا جود بيرفورمانس فيري جود بيرفورمانس. عربه كثير نضاف عمل شيء حلو زاد روحه على الغنيه. ايه عطول مروان عودني يعني حط الانجريدينتس تبعه بالمغنى زاد على الغنية بدون ما ينزعها. برافو صعبة ايه كلنا بنقول له اكيد ايه زقفوا له روعة قضيها قضيها باحساس رائع بس روح نفسه باخر جملة اللي عم تقول عنها سول دياز روح نفسه ما استعمله صح خلص هو الغنية راح على آخر نفس لا تبعه الصرخة خلص نفسه فيها غلط لازم يترك هواء بمعدته ببطنه يعني مش بصدره أكيد لا يقدر يكمل الجملة الأخير مبين تعب فيها بالأخير نقصه مروان شغلة كتير مهمة عنده إياها كتير مبال هي التمثيل مثلا هو عم بيقول نور ونار نور ونار عامل إيده هيك يعني طلع بالدانسز كيف عم بيمثلوا النور والنار وكيف حركة الجسم تبعهم لازم هو يحرك جسمه أكيد ما يرقص يعني بس إنه يحرك نحس بإيده بحركة نور ونار بوجهه بالجريماس تبعه نحس شو عم بيقول مروان ما بيحس شو عم يعني بنحسه بغني من قلبه بس ولا جريماس ولا شيء بوجهه ببين إنه هو عم بيحس هالقد